التونسي عنده فلوس يشتري في كل شيء. برا شوف البنان انت توا تو مخك يقف. برا شوف الصف تقول بلدي شي تلعب عظام. فهمني؟ برا شوف اللهفه انت على البنان وتقول لي انت تونسي خمم في الحم. توا ما ابجد. مواد الاساسيه ولا بنان تو تجي لهنا كنت تقول له 13500 يقول لك او غالي الحم. ياك تشري في البنان ب 5000 انت. البنان يا اخي مواد اساسيه ماهيش منفع البنان مواد تكميليه باش حاجه حكايه فرق. نحن اخويا هاكم معلقين راس حصان مشهرين اللي نحن نبيعوا في الحصان. فهمني؟ واضح العمليه. نحن علاش حاطينه راس الحصان؟ مش تعرف العباد اللي راهو فما موجود الحم الحصان موجود خاطر تكثر تأويلات برشا هاو فما هاو ما فماش ونحن ديما بلا 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 بلا. وزاره التجاره قاعده تواكب فينا كل يوم. ادخل انت تو للسوق الداخل شوف الخضره شوف المراقبه الاقتصاديه كيفاش قاعده تعمل في المراقبه واداره حفظ الصحه كيف كيف تعمل في المراقبه نتاعها يخدموا القايمين بواجبهم مشكورين. عسيمة مرحبا بكم. احكي لنا اليوم على الاسعار اليوم انت اليوم صاحب مجزرة اللي بايع فول. اي لحم فول. اعطينا الاسواق اليوم. الاسعار تاع اللحم عندنا اللحم ب 13500 مفروم ب 13500 مرقيس ب 10000 كبدة وقلب 13500 وسلامية 13000 نجم يشري كل شيء الاسواق الكل في متناول الجميع. انت لهنا تجي وتشتري من عندك الحم. اي يشري عادي الإقبال عادي معناه كيما الإفطار كيما رمضان كيف كيف فماش حاجة جديدة معناه ما تبدل حد شيء. التونسي عنده فلوس يشتري في كل شيء. برا شوف البنان أنت توا مخك يقف. برا شوف الصف تقول بلدي شي تلعب عظام. فهمني؟ برا شوف اللهفة أنت على البنان وتقول لي أنت تونسي خمم في الحم. توا أما أبجد. فهمني؟ مواد الأساسية ولا بنان بعد جي يبدا يتذمر لك يشوف كاميرا وميكرو يبدا يتذمر راهو غلاها وغلاها 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 فما حد شيء خويا راهي الاسعار معتدله في السوق المركزيه فهمني والاقبال عادي. التونسي معناها ديما هكاك يتذمر. تو تجي لهنا كنت تقول له 13500 يقول لك او غالي الحم. ياك تشري في البنان ب 5000 انت. البنان يا اخي مواد اساسيه ماهيش منفع البنان مواد تكميليه باش حاجه حكايه فرق. انت ياك تشوف السوق تو أو السوق تشوف تشوف العبيد حركية تشوف فيها مش جاي فما حد شيء راه هل السورة ترقى خير ما فماش إقبال كما العادة راه رمضان بالاسم هو شهر فضيل وبركته أما رمضان بالاسم نفس العمل العادي كما في الإفطار ما فما حتى شيء جديد خويا الغالي. الناس كل تو تخمم لك على حوايج العيد تخمم لك على حلو فهمي تخمم لك على عيد الناس كل ما عادش تحب تاكل تو ما عادش يخمم في كرشه تو اللي يخمم على صغاره ويخمم على عيده ما عادش كما قبل إقبال وغزارك تشوف فيها أنت شوف انت تو العبيد ماشي وجاي تقول السوق تبارك الله ومعبي فيه حركه ما فيه حتى شيء في القطاعات الكل راهو في اللحوم في الدواجن في الاسماك في الغله في الخضره كيف كيف نفس الحكايه. احكي لي على لحم الفول فما اقبال عليه؟ اقبال عادي كيما الافطار كيما رمضان اقبال عادي كيف 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 كيما اللحم البقري كيما اللحم العلوش كيما الحصان كيف كيف. نحن اخويا هاكم معلقين راس حصان مشهرين اللي نحن نبيعوا في الحصان. فهمني؟ واضح العمليه. نحن علاش حاطينه راس الحصان؟ مش تعرف العباد اللي راهو فما موجود الحم الحصان موجود خاطر تكثر تأويلات برشا هاو فما هاو ما فماش ونحن ديما بلا 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 كلمه تطلع كلمه تهز كلمه تجيب فهمني؟ خاطر ما يشوفش المواطن يسمع ما يشوفش بعينيه، مواطن تحكي له حكايه يصدق. انا ما صدق الا مره بعيني. انا ما ريتش حاجه ما نحكيهاش. موجود الحم الحصان موجود فهمني موجود الحم الحصان قدامك هاو صور قدامك ب 13500 وحصان حصان وانا مشهرين به معناه اللحم راهو موجود. مش يعرف المواطن شنو هو شري شنو هو خذا ما
مش ما يقولكش اه مشيت للسوق المركزيه هاو غشوني هاو عطوني لحم اخر هاو عطوني كذا هاو كذا. ملي اخويا موجود نحنا معروفين حانوت هذه عمرها قرب 80 سنه فهمني ابا عن جدنا معنا معروفين في القطاع الناس كل تعرفنا اش نخدموا ما نخدموش. المواطن التونسي قديش خلينا قديش يجي باش يدخل السوق في دو كوفا يحب يقضي قضيه باش يطيب عشيه هاي قديش مواطن تونسي مواطن تونسي معناها باش يطيب عشيه اقل عشيه 50 دينار يتكلف هذي ما الشهوات تكثر عاد ما تكثر الشهوات يحب هذي يحب هذي يحب هذي يحب هذي ما يخلصش باش يعمل عشيه اقل حاجه 50 دينار باش يعمل عشيه بالاسعار ومعناها بالحركه اللي تشوفها انت كي غلاه برشا صحيح فما غلاه برشا ما قلناش ليه لكن كل قدره وقدره اخي انا نشري حاجه غاليه نبيعها برخيص هذا ما تجيش ما عندي حاجه زيت تحكم فيا عندي اداءات عندي خلاصة عندي سلعه باش نشريها عندي ناس تخدم معايا مربوطه ببعض راهي حلقه راهي هي مربوطه ببعض تمس واحد تمس الناس الكل حلقه معايا التونسي راهو في المناسبات راهو يخرجوا الفلوس راهو هذايا معروفه راهي في كل عام على الثور التونسي راهي في المناسبات الفلوس تخرج ولا كبده درا شنو في اي مناسبه مش خاطر في القطاع نتاعنا نحن في السوق برك في اي حاجه في المناسبات التونسي يصرف ما يهموش احييني اليوم وقتني غدو هذا اللي صاير توا احنا عايشين فيه. لكن توا اغلبيه المواطنين هنا يتشكوا وزارة التجارة هاو الأسعار غالية ما ناش تدريب ما ناش ما لا 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 أخوي وزارة التجارة قاعدة تقوم بواجبها مشكورين فهمني مش رمي ورود ولا مجاملة فهمني نحكيو في الحق وزارة التجارة قاعدة تواكب فينا كل يوم ادخل أنت تو للسوق الداخل شوف الخضرة شوف المراقبة الاقتصادية كيفاش قاعدة تعمل في المراقبة وإدارة حفظ الصحة كيف كيف تعمل في المراقبة نتاعها يخدموا قايمين بواجبهم مشكورين مش رمي مولود ولا نجاملوا ولا نحكيو في الحق خاطر المواطن ديما يحب معناها يكبر الحكاية من لا شيء فهمني الغلاية في متناول الأسوام في متناول الجميع راه فما غلاية صحيح ما قلناش ليه لكن مش بالكيفية اللي يحكي عليها المواطن راه وفي موجودة المراقبة قاعدة تراقب فينا كل يوم ونحن السوق مركزية راهي معروفة مرسي سنترال اللي يقول لك ماشي السوق المركزية معناها اسم كبير كبير ربي فهمني معناها السوق معروفة معناها من كامل تراب الجمهورية الناس الكل تعرف السوق المركزية معناها العبيد هنا تتزمر لك على حكاية فارغة فهمني وتقول لك أنا غالي فماش غالي يا خويا ادخل أنت شوف صلي على النبي ما شاء الله عليكم شوفوا وعاينوا تشوف الأسعار كيف راهي معتدلة موجود صحيح فما حاجات غالية ما قلناش ليه لكن هذيك الغالية علاش ماشي تشري فيها أنت؟ لو أنت ما تقدرش باش تشريها علاش مش تحكي عليها وتسهر بها وتزيد تعمل معناها حكاية بلا شيء.